مرحبا بك مرة أخرى في الماتينال. سعيدات باستقبال الدكتور مبروك العلوي اللي باش يحكينا على الملتقى والمنتدى اللي صار. الفن والدين هما أدوات للتخفيف من حدة العنف والغلو والتطرف. مرحبا بك سيدي. مرحبا بك، شكرا على الاستضافة. مرحبا قناة التاسعة، يعيشك إن شاء الله. مع بعضنا الإعلام والتربية نقاوموا الظاهر هذه إن شاء الله يا ربي. أما قبل كان تسمع دكتور نرجع بعضها إيش فتحية. مرحبا بكم فاطمة، مرحبا بالضيوف. أنا هنا باش نعمل لكم سلطة نوع جديد. أنا نحب برشا سلطة نية اللي هي غابي، اخترت لها البسباس في النار، يلا قرع الأخضر، البيتراف، حتى البيتراف راهو يتاكل هكايا كيما تشوفوا فيه، معناها يتاكل حتى أخضر. كي تحبوا تزيدوها بصل غابي، كله معناها أي خضرة راهي تجي غابي إلا وتجي بنينة. أنا بعد نزيدها جوست صوص بونا، شوية جبن مقصوص، جبن سيسيليان مريح نقص، والا ادام والا بودا، اي نوع جبن مريح تقصوهم تي كوب يمشي مع السلطه نتاعنا. وعندي اون فاريتي دو صوص نجم تدخل في السلطه هذيا وتفوحها. هي اهم حاجه هي لا بريزونطاسيون. ومن بعد تشوفوني انا تو باش نحط نبدا نرحي فيها ونبدا بالالوان او الفاتح، ومن بعد نمشي ونغمق. اول حاجه نرحيها هي البسباس، بعد البسباس نحط القراع خاطر القراع لونه أخضر ما ينصلش. وبعد نحط السفنارية، السفنارية أورانجي تسيب شوية لون، ما تقلقش على خاطر ديجا هي بعد القراع. ومن بعد آخر حاجة نحطها هي البيتراف خاطر تسيب برشا لون، والبيتراف كي تحط ما عاد نحط بعده حتى شيء. تشوفوا كيفاش بالماكينة نرحي البسباس في رمشة عين، حاجة سهلة وخفيفة. ألوغ هوني شوفوا الغاب كيفاش تمشي وحدها، يقعد بلا ما يسيبش ماء. وقت تبدا ماكينه معناها الغاب بيان والي التكنيك نتاعها مجعوله باش تعمل حاجات هكايا، حتى من البسباس ما يسيبش ماء. ساعات تحط انت غاب ماهيش لك الكل في الماكينه نتاعك، الخضره تسيب ماها، تطيح الماء نتاعها وتقعد الخضره مجلده ماهيش ناشطه ماهيش بنينه. الوغ كو هنايا تشوفوا فيها كيفاش الكلها كاني مقرونه كاني جبن مرحي. نفرغ كل وين كملت اللون من الالوان الا ونفرغه باش ما ينصلش على بعضه. أصعب حاجة هي في الحاجات هذوما المرحية هو البسباس، البسباس خاطر فيه برشا سلوك. وافيك سا تشوفوا فيه كيفاش معناها من الحاجات اللي الغاب قدته بالقدا، تشوفوا فيه كيفاش مزيان الكل كنجارة مقصوص. أنا هوني نفرغ الماكينة متاعي ونحط في جرته كما قلت لكم القرع الأخضر اللي هو باش يطرحا في جرتو، تلقاوها كلها غابي. نتوما من بعد تو نوريكم كيفاش تزينوها السلطه هذه، واللي يحب حاجه يجبدها ياخذها، اللي ما يحبش فما خضره ما يحبوهاش هذيك يخليوها. انت لا فاسون دو فيغ هي كيفاش تزينوها، كل واحد ياخذ الحاجه اللي يحب عليها. شوفوا البسباس راهو كي تبدا الماكينه ماضيه ومعناها بيرفورمانت وعندها دي كاليتي، البسباس كي ترحى ما يكحالش على خاطر اللام نتاعو قويه وما تمر جوش. شوفت الخضره كي تتمرج يتبدل لونها. الوغ هوني نوريكم جوست القراع ومن بعد نقعد انا نكمل نرحي الخضره نتاعي وانتم تاخذوا الكلمه من عندي. فتحية لوغ نرجعو نحكيو مع الدكتور مبروك العلوي باش نحكيو قلنا على المنتدى اللي صار او المشروع اللي صاير. كان تعطينا اكثر معلومات عليه، شكون الاطراف ممكن اللي ساهمت في انشاء المشروع هذا؟ فعلا هو تتويج لثمرة عمل مضني دام سنتين في الحقيقة سنة 2016 في إطار عمل ثقافي. احنا دورنا تربوي صحيح ولكن ثقافي كمجتمع مدني أيضا، معاضدة لجيشنا جنودنا البواسل وأمننا الجمهوري. قلنا لا بأس أن يقع تدعيم ذلك الجهد بمجهود ثقافي. معلوم أن الأمم المتحدة ممثلة في معهد الأمم المتحدة الإقليمي للجريمة، بحوث الجريمة والعدالة، لبحوث الجريمة والعدالة باختصارا يونيكري تابعة للأمم المتحدة، تعمل طلب عروض كل سنة. احنا قدمنا مشروع من بين الآلاف وحوذينا والحمد لله بالقبول. الحمد لله.
بتمويل ايضا من الاتحاد الاوروبي بالشراكه مع وزاره التربيه مشكوره ومع جمعيتين اللي هما الجمعيه التونسيه الام دي تي الجمعيه التونسيه للتنميه يراسها او ينسقها كفاءه تونسيه اسمه خالد الحجلاوي والجمعيه التونسيه لبيداغوجيا التربيه التي اتشرف برئاستها. شو تمثل المشروع نتاعكم؟ المشروع احنا قلنا انه نظرا لازدياد حالات العنف والغلو وحتى التطرف بل حتى الارهاب بكل اشكاله قلنا لابد من ايجاد ادوات وحلول تقنيه عمليه لمقاومه هذه الظاهره منذ الصغر. ننطلق من الأطفال تلامذتنا شبابنا إلى آخره. من خلال عنوان المشروع هو بالفنون والقيم الدينية والوطنية يمكن مقاومة أو حتى الوقاية من مثل هذه الظواهر. وبالتالي بدرنا بإنشاء عشرات الجمعيات في ولايتي نابل وسيدي بوزيد، نوادي مسرح، سينما، فن تشكيلي، موسيقى، شعر، حضارة. الإضافة قلنا بما أنه خاصة ظاهرة الغلو والإرهاب أخذت لبوسا دينيا لابد من دمج أساتذة التربية والتفكير الإسلامي في هذا المشروع، فقبلوا مشكورين. وكان لنا ربما الفرادة أن نجمع أساتذة التربية والتفكير الإسلامي اللي فيهم بعض الأئمة بأساتذة الموسيقى والتربية التشكيلية والسينما والمسرح، وكان تفاعل إيجابي. ولذلك سميناها القيم. القيم هي والدين نعتبره مجموعة من القيم الإنسانية كيف القيم الوطنية مع الفنون. والحقيقة فوجئنا بأنه إنتاجات التلاميذ كانت رائعة بشهادة لجنة تحكيمية، بل حتى اللجنة الأممية اللي جات ممثلة في السيدة تامارا نيسكوفيتش والسيد التيجاني محمد الكريم هما ممثلا الأمم المتحدة قالوا لنا اللي من معناها من بين من أحسن الأعمال اللي شاهدوها، حتى لا نقول شيئا آخر ربما يولي من باب النرجسية لأنهم هما قالوا لنا أكثر من ذلك، فيها ربما شوية مجاملة. أما الحقيقة وتو ربما تشاهدوا الصور والفيديوهات يعني كانت إنتاجات رائعة. سعدنا أنه تلامذتنا اللي كونناها والمنشطين أساتذة الموسيقى وعلوم الحياة والمسرح يعني اثنين الركبة في إطار التفاعل مع تلامذتهم، لأنه نعتقد اللي العنف مشكلته هو عدم التواصل. صحيح. اللي ما ثماش كبت للمشاعر وللغضب وللعدوانية من قبل تلامذتنا. مشاريعكم إن شاء الله المستقبلية اللي عملتوها احنا في إطار ديمومة واستثمار ما تم. كل نادي وقع تثمين مجهوده بجوائز نعتبرها هامة. النادي هذا حطينا له بذرة حب المشروع، حب الفنون، وباش يواصل العمل بنفس تقريبا. مش حلو نوادي اخرين ان شاء الله في مناطق اخرى في طبعا هو البرنامج هذا واليوم الاختتامي هو فرصه باش اللي يشاهدونا معناها يمشوا على المنوال كما اللي تم في المشروع. ميرسي بوكو دكتور. شكرا. مبروك العلوي. واحنا نشوفوا التقرير الخاص بالملتقى هذا اللي هو الملتقى الفن والدين ادوات للتخفيف من حده العنف والغلو والتطرف. نشوفوا التقرير نتاع زميلتنا منى الحرزي. الفن والدين أدوات للتخفيف من حدة النزاعات في تونس هو عنوان مشروع مشترك ما بين وزارة التربية ومعهد الأمم المتحدة الإقليمي لبحوث الجريمة والعدالة والمشروع ممول من الأمم المتحدة. اليوم النشاط بالأساس هو يتعلق بمندوبيتين، مندوبية نابل ومندوبية سيدي بوزيد، والنشاط يتمثل في عروض يقدموها تلامذة. عروض هي ابداعات، نجم يكون رسوم، نجم يكون سكتش، نجم يكون اي شكل من اشكال العروض هذه، واللي تعبر عن فكره متعلقه بالجريمه في فهمها وفي مقاومتها. حضرنا هوني للمشاركه في مشروع الفنون والقيم نقاوم العنف والتطرف. حاولنا ان نقدموا العمل نتاعنا
في استغلال سبورات متلفة ومهملة، سلط عليها عنف من طرف تلامذة عايشين ظروف نفسية واجتماعية صعبة. حاولنا أن نستقطبوهم في نادي الفن التشكيلي، حاولنا أن نلونوا نقدموا نظرة أخرى للحياة باستغلال تلامذة هذوما في تنشيط وفي تحويل من القبح جمال، وهذا تجنبا للانحراف وتجنبا لانحيازهم الى مسارات اخرى. ماذا تفعلين؟ ماذا تفعلين؟ كيف تقتلين نفسك؟ لا زلت فتاة صغيرة تستسيغ عذب الحياة. يا سائل عرف ملتنا، دين الاسلام يؤاخينا. You've got the words to change the nation, but your body ain't no. You spent the lifetime stuck in silence. If read, you'll say something wrong. اللقاء هذا كان اللقاء الختامي للإعلان عن مخرجات المشروع، واللي جات فيه عدة إبداعات من معاهد مختلفة ومدارس مختلفة. يشمل التمثيل والموسيقى والرسم والغناء، العروض كلها كانت معبرة وهادفة وتهدف بالأساس المناهضة العنف بجميع أنواعه، وكيفاش نوظفوا الفن والدين كوسائل للتخفيف من حدة النزاعات هذه. احنا سعداء اللي ننميوا لدات لامذتنا الحس المدني. النوادي خدمت على اساس تنميه التواصل الغير عنيف، لا كوميونيكاسيون نون فيولونت، كيفاش التلامذه حتى وان اختلفوا يتعاملوا مع بعضهم، امتصاص الغضب، مقاومه الغلو اللي نجم يوصل الى مرحله التطرف. واحنا بلادنا ليست في منأى عن هذه الظاهرة. الهدف الثاني هو كيفية استغلال أو استثمار الفنون في مقاومة هذه الظواهر. احنا مع الأسف رتبة تونس في مسائل لا ديسيبلين دي زيلاب ما هيش مشرفة. نحاولوا كمجتمع مدني، كوزارة التربية، المجتمع كامل، كيف نجعل من مدرستنا فضاء تربويا جيد خالي من كل ظواهر العنف. هذا المشروع بدأ عنده سنتين، هذه آخر عمل لقصد إغلاق المشروع وإن شاء الله وتوزيع نتائج المشروع والتعريف بها وتوزيعها على قدر الإمكان. هذا مشروع موجه إلى ثلاث شرائح. الشريحة الأولى هي الأساتذة والمتفقدين داخل المعاهد لمجابهة العنف، وقع تكوينهم من طرف أخصائيين مختلفين من العديد من المرات، والأخصائيين مهتمين في الجانب العنف في المدارس. جينا لهنا في إطار كلوب موزيكا عملناه في الليسي، بدينا حكا حلمة مع بعضنا باش نوصلوا لهنا نعملوا حاجة حلوة. بون من الأول بدينا على أساس كعبتين وكعبة هكا، ومن بعد تلمينا عملنا كلوب كامل ما ناقصنا حتى شيء. جينا لهنا باش نمثلوا بلادنا احسن تمثيل، باش نشرفوا سيدي بوزيد وباش نفرحوا مع بعضنا. احنا خدمنا خدمه على لوحات فنيين وخذينا طابلوات، يعني تم تسليط العنف عليهم من قبل بعض التلاميذ، وحولناهم من لوحات مسلط عليهم العنف الى لوحات فنيه فيها صور وبرشا حاجات معبره، وكما لوحات تلقاها
ما تغمضش عينك على العنف، والطاقة السلبية متاع التلميذ اللي صارتها في العنف نجم يحولها لطاقة إيجابية من خلال توظيفها في الفن ورسم لوحات فنية. دونك التقرير اللي كنتوا تشوفوا فيه هو امضاء زميلتنا منيا الحرزي وطه عبد الهادي، واحنا توا سعدت باستقبال مدام زينب الرقيق بدري اللي هي صاحبه زينب بيوتي ساندر سنتر في منوبة. مرحبا بك مدام. مرحبا بك. صافا الحمد لله. اليوم باش نحكيو حاجات اخرين على السونتر. شنو عندكم في السونتر بالضبط؟ باش نحكيو على البيبي جلو اللي هو شنو مدام؟ البيبي جلو سي اون تكنيك كوريان جديده تعوض الفون دو تان. احنا تو ديما نمشيو للتوسكي بيرمانون، معناتها المراه ماذا بيها تنقص الماكسيموم تاع الوقت، سورتو على الوقت، معناتها تستعمل توسكي بيرمانون باش تنقص على الوقت. دونك البيبي جلو فيه هو ابار كونه يعوض الفون دو تان، فيه دي اسيد اميني ينقص من لي ريد لي ريدول في الوجه، ينقص لي تاش برون فهمتك. فوالا لي زامبيرفيكسيون دو لا بو اللي كيما نشوفو. البيبي جلو هو غوز هكا هو ولا فما ديت؟ فما ديت ديت فوالا فما فما. بالنسبه للي كولور عندنا اون فاريتي دو كولور دو سي كولور حسب المراه، تكون بيضه سمراء. وقداش يقعد مدام الدوغي نتاعو؟ دوغي يقعد حتى العام ونص، نجم يقعد حتى العام ونص، مي اونتر تون ماذا بيها المراه تعمل رابيل ابري 6 موا 4 موا. واللي مثلا ما عجبك تعرف انت صيف وشتاء نتبدلوا القشره نتاعنا، هو يمشي عام كامل والا تنجم تجي تفسخ تعاود في الصيف؟ ليه هو سي سوفت راه هو معناتها ماهوش حاجه كلي فريمون كانك عملت فون دو تان بالضبط، هو سي انترن معناتها باش يدخل في البو، ماهوش باش يقعد سوبرفيسيال معناتها اون كوش سوبرفيسيال، لا لا باش يدخل في البو. دونك احنا كيما نشوفوا قاعدين في توا في الفيديو كيفاش نخدموا البيبي جلو، دونك فيه برشا حاجات باهيين معناتها ينقص من لي تاش برون من لي سيرن لي ريدول فوالا. اي لا سيونس قداش دور كي وقت نبداو نحطو؟ لا سيونس كي نخدموها اونتر 30 و 40 مينوت. داكور. وفما انترفال دو دون سيمين ما بين سيونس و سيونس، معناتها شاك سيمين. قداش من سيونس هما يلزمهم ساعة؟ فوالا يلزم 4 سيونس. 4 سيونس كوم مينيموم، راهو نجمو نمشيو حتى ل 6 سيونس معناتها بالنسبه معناتها نوعيه معينه من لي بو تتطلب اكثر دي سيونس، دونك نعملوا حتى ل 6 سيونس. ومطلوب توا في تونس مدام؟ مطلوب على الاخر توا اي، وديجا لاقين فيه دي ريزولتا مزيانين على الاخر. دونك بالنسبه للي تعمل البيبي جلو ما يلزمش تعمل بيلينغ بعد، معناتها كي نخدموا تقشر ديجا اي ما يلزمش تقشر الريزولتا هذيك اللي تحصلنا عليها في وقت التريتمون، راهو بعد تعمل اللي تحب. معناتها فيك 6 سيونس هذوك فيك لي 4 او بيان 6 سيونس نعملوا، معناتها ما يلزمهاش تعمل بيلينغ، ما يلزمهاش تعمل ايبيلاسيون، نشوفوا الريزولتا افون وابخي معناتها كيفاش البو تتحسن بالكدا، حتى ميم لي ريد تحسهم يتحسنوا ينقصوا شويه، ميم حتى فما لي سيكاتريس هكا صغار يتحسنوا بالكدا، معناتها البو نشوفوا كيفاش قبل وبعد، معناتها الريزولتا فيزيبل. داكور. وشكون هما النساء اللي معناها اكثر معناها انتريسي بيه؟ بون العرايس. العرايس دي فرحان. انا محلاني ناتوريل انا وجهي هكاك من غير مكياج بالضبط. اي العرايس دونك انتريسي على الاخر، معناها توا لازم لهم عام ونص باش يعرفوا الحقيقه، مش تغسل وجهها وتقوم. دونك واحنا توا بصراحه المراه التونسيه لاحظت لي هي ياسر اهتمت بروحها في البيريود هذه، معناتها مع لي تكنيك جدد مواكبه تتبع تحب توسكي يزيدها في الجمال نتاعها واللي هو يدوم. اي بيان سور. مادام مثلا اللي ناويه تعمل البيبي جلو هذا شنو لازمها تحضر قبل؟ اسكو تمشي تعمل تواج دو بو، تمشي تعمل سوان، تعمل ايبيلاسيون قبل؟ شنو لازمها تعمل قبل ما تعمل البيبي جلو؟ السيونس نتاعها فوالا تعمل كاني عندها مثلا دي زامبيرفيكسيون في البو نتاعها تعمل نتواج دو بو، تعمل ايبيلاسيون نتاعها، تحضر وجهها معناتها خاطر من بعد حتى الكوماج ما تعملش، معناتها عندنا البيريود نتاع التريتمون ما تعملش فيه حتى ميم الحمام والسونا والسبور تو سكي فيه تعرق، معناتها ما تبعد عليه خاطر باش نستحفظوا على اون بليس دو سا كي نخدموا 24 اور ما تمسش الماء في وجهها
باش تستحفظ على الريزلتا معناتها باش يشد لها اكثر البرودوي. فهمتك. باهي سؤال مثلا ممكن يجي على بال الناس يقول لك نعملوه توا وبعد فما بحورات وشموسات معناها كيفاش نعمل؟ اسكو شو هو بالنسبه للبحر بالعكس يعني حل به على الاخر معناتها تعوم ووجهها محلاه ديجا كاين اللي عامله فون دو تان، مي بالنسبه للشمس تولي تستحفظ اكثر من نورمال. فهمت. معناتها هذيا احنا ديما يعني كل خدمه نخدموها تستحفظ من الشمس. فوالا. اوكي. ما تعمل فوق الاكران تعمل الاكران فوالا. وتبعد على الشمس. تبعد على الشمس. باهي وما نعرفش انا تويكا تعرف مثلا ما نحطوش كان الفون دو تان، نحطوا نعملوا نعملوا كونتورينغ، اسكو فيها التكنيك هذيك؟ نجموا نعملوا الكونتورينغ خاطر عندنا بليزيور كولور، معناتها نجموا نعملوا الكونتورينغ. ديجا اليوم انا سالتني ما هي اون بلج كليونت معناتها بار ميساج قالت لي نجمش انا بيضه برشا نجمش تغمق لي في التانت نتاعي دونك نجموا نغمقوا نستعملوا لها اون كولور بلو فونسي كيما اللي يجيونا اكثريتهم يحبوا يفتحوا تحب روحها تكون سمرة تحب روحها تبيع بليزو موا. تلقاو صعوبة مع إقناع الكليونات وتقول لها لا مثلا راهو هذا لا ما يمشيش معاك برشا اي جو بريفير نقول لها جو بريفير نخدم لك في لونك يعطي إيفي أحلى ديجا و أون ميم تون نخدمو فيزاج كو ديكولتي و بور لي ما معناتها بالنسبة اللي ديها تحب تحسن هو يحسن اكثر منه يبدل اللون اي ما يبدلش كاريمون معناتها مي هو يحسن تعرف كيفاش نوع كيما مثلا البوم تاع واحد صغير مثلا واحد عنده 8 سنين ولا 5 سنين تشوف البوم تاعو ياسر معناها ماهوش على المكياج ما تحس الزاويه فيها اكلا اي بالضبط احنا هذاك هو البيوت نتاعو بيبي اي بيبي جلو جلو ديجا حاجه مشع اي فوالا فيها اكلا فهمتك. باهي تستعملوا مع حاجه اخرى البيبي جلو ولا احنا نستعملوا في نفس السيونس نزيدوه دي فيتامين معناتها نخدموا السيونس بالبرودوي اللي هو ديجا بطبيعته فيه دي اسيد اميني وفيه دي فيتامين معناتها للبو خاطر سينو اذا كان جوست كاني فون دو تان ماهيش اللي فريمون انتريسونت على الاخر مي احنا فيها دي فيتامين دي اسيد اميني كي نخدموها اون بليس في نفس السيونس بعد ما نكملوا السيونس نتاع اللون نزيدوا نعملوا كيما الميكرو نيدلينغ معناتها نزيدوا دي برودوي نزيدوا ماسك فيه دي فيتامين بكله هو سوا متكامل. فهمتك. باهي باش نحكيو على حاجه اخرى مدام قلت على اي باش نحكيو على الميكرو نيدلينغ اللي هما البيبي جلو والميكرو نيدلينغ ماهوماش بعاد على بعضهم برشا معناتها كوم تكنيك بريسك لا ميم مي جوست توا نشوفوا في التصوير الحاجب باهي نرجعوا للميكرو بليدينغ خاطر عدى الفيديو نتاع الميكرو بليدينغ باهي جوست اون رومارك ونتعداو الحصه اللي فاتت عدينا الميكرو بليدينغ اللي هو التركيب اللي هو رسم الشعره هو رسم الشعره مي شنو هي الكونفيزيون اللي صارت كونهم العباد تصوروها زرع جاونا اي تساؤلات عديده على الحكايه هذه نشوفوا الحاجب اي بون هذا ولا اللي قبله هذا بون نشوفوا مثال هذا كوم اكزومبل دونك نشوفوا الشعره راهي مرسومه يعني فما شعرها هي وفما شعر اللي انا رسمتها فوالا اللي في نتاعها يظهر ناتوريل على الاخر انا ماذا بيا كان يتعدى فيديو خاطر هذه ما هيش نشوف الفيديو مادام ماكش ما تقرا لهمش ولا حاجه اي ممكن الميكرو نيدلينغ نيدلينغ اللي هو شنو هو الميكرو نيدلينغ هو يشبه في التكنيك تشبه نفس البرانسيب نتاع البيبي جلو مي جوست النيدل لاباري اللي نخدموا بهم يختلفوا بالنسبه للبيبي جلو فوالا هاو كيما نشوفوا دونك في البيبي جلو لاباري نانو صغار على الاخر في الميكرو نيدلينغ هذه الميكرو نيدلينغ في الميكرو نيدلينغ لاباري اخشن شويه واللي هما يعملوا ستيمولاسيون للكولاجين في البو واللي هي كل حد يلزم لاباري نتاعو مش اكيد اي اكيد اكيد كل كليونت عندها الابره نتاعها هذه الميكرو نيدلينغ يتخدم شو يعمل هذا يحسن الكولاجين ويحرك اي هو يعمل ستيمولاسيون للبو باش تريجينيري الكولاجين ودونك اون بلوس عندنا فيها دي سوان سبيسيفيك اللي هو بور لي تاش برون مثلا اللي احنا جاتنا عندها لي تاش برون نخدموا لها بالجيل سبيسيال لي تاش برون بالنسبه اللي عندها لي ريد زاد الراجونيسمون دو لا بو لاقين فيها دي ريزولتا حلوين برشا عندنا ابار سا لاكني سكارز اللي هو
تراس دي زاكني اي دونك بالنسبه اللي عندهم زاده تراس دي زاكني لاقين فيها دي ريزولتا باهين برشا بالنسبه لل لو نومبر دو سيونس مينيموم 3 ونجمو نمشيو اكثر معناتها اذا كان اون بو جون معناتها جوست تحب ان كو ديكلا وكل نجمو نخدمو 3 سيونس باهين يعطيو ريزولتا بالنسبه اون بو اكنيك اون بو ا بروبليم معناتها دونك نعملو اكثر دي سيونس 4 5 فهمتك ميرسي بوكو مدام زينب رقيق بدري نزيدو ما نعرفش انا عنا حكايه الحواجب راهي قاعده ترسم في الحواجب مش اي ذكرت بالحواجب توني رسم الشعره اون في 3 دي دونك الشعره كيف معناتها باش تكون التكنيك مختلفه على التتواج خاطر التتواج انا في اللي الناس كل هربوا منه الميكرو بليدينغ يعطي انا في ناتوريل اكثر وحلو ميرسي بوكو مدام زينب رقيق بدري يعني اللي هي صاحبه زينب بيوتي سنتر نعاود نذكروا بالتليفونات في الادريس دونك بالنسبه للتليفون 53 657 675 بالنسبه لوقت الخدمه من 9 للخمسة من الاثنين للسبت لحد جوغ دو روبو ميرسي بوكو مدام مره اخرى نرجع واحده شافة حياة مرحبا بكم فاطمه مره اخرى انا هوني تشوفوا في السلطه نتاعي كيفاش حطيت زينتها جوست حطيتها كل معناها نوع وحده نحطها في الصحن لا بريزون ديما هكايا والا اذا كان عندي طبق طويل نحطها انواع 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 ساعات نعمل معها حتى جناريه بروكلو برشا الكرومب معناها برشا حاجات تجي فيها راهي السلطه هذه وتشوفوا فيها كي تبدا مقصوصه بماكينه ماضيه راهو حتى من السباس ما يكحلش ما يصدرش ما يصفرش يقعد في الحاله نتاعو خاطر كل حاجه تقصوها بسكينه ماضيه راهي تقعد كما هي نجي في الوسط نتاعها ونقص صحفه بجبن الجودة حطيته معناها في صحفه اللي يحب جبن يجبد ياخذ جبد وكل واحد يفوح على طاوله وحده بيسكو احنا عندنا لي صوص هذه صوص الجيريان صوص شيلي صوص مايونيز صوص لاي نحطهم بيبز بيبز نفرقوهم على الطاوله اللي حاجته كل واحد شنو المطعم اللي يحبه معناها اون بو با امبوزي للعباد مش بصيف عليه ما ياكلش المايونيز يقى سلطه كل مخلطه بالمايونيز كل واحد ياخذ شويه 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 منين يحب اللي ما ياكلش البيتراف ماهوش مجبور به اللي ودايوغ البيتراف كي يبدا ني راهو ما فيهش كل مطعم تاع التراب احنا نهربوا من البتراب الاحمر على خاطر سوفون نقول لك فيه مطعم القاعه مطعم التراب لكن وقت اللي يبدا ني راهو ما فيهش المطعم هذاك تيغو يقولوا مطعم ان غو تيغو المطعم تاع التراب يبدا ما فيهش يبدا فيه فريشك وبالاخص كي تخلطوا معاه لي صوص هذوما لي صوص بونا فيهم فاريتي كبيره فيهم كاتشب فيهم مايونيز حاسيلو فريمون حاجات ممتازه حاضرين باش تحط في صحنك تخلط صحنك تحط عليه شويه جبن انا هودني زاده قصيت شويه جبن اون كوب هذايا سيسيليا مرياح هو لو فروماج بلون حاجه ممتازه في البنه نخلطوه مع بعضه حاجه معناها فريمون تركب الكيف اي سا دون دو جو في الفم الوغ هذه يا فاطمه الفكره نتاع السلطه اذا كان عجبتكم نقلوها ميرسي بوكو شيف تحية الوغ نرجعوا مع اختنا دره باش تحكينا شنو عندها في الخنار ومع الفنانين الله يبارك عسلامة ومرحبا بكم في نشرة الخنار الخبر الأولاني يجينا من قناة تونسنا اللي أعلنت تخليها النهائي على المدرب والكرونيكور مختار تليلي علاش طردوه؟ على خاطره في برنامج سبور تونسنا رجعوا في الديريكت والمخ مفطنش اللي هما رجعوا وقال كلام خايب على محمود البارودي بقى هو مش كلام خايب وبرا كيفاش باش نفسر لكم من غير ما نقول ونطرد يا ربي هو كلام خايب من نوع الفاخر البذيء الفاخر عرفتوها البذيء الفاخر من نوع هيك الجمل اللي يسمعهم راجل باش يغمو وجهه يحمى ومختار قال الجمله هذيا وطار الخبر الثاني نمشيو فيه لمصر وين باش ينظموا كاس الامم الافريقيه في جوان الجايه اللجنه المنظمه حددت اسعار تذاكر دخول الاستاد وعملتهم غاليين برشا برشا أرخص تذكرة تدخل بها تتفرج على ماتش تكور فيه مصر ب 200 جنيه يعني حوالي 35 دينار بفلوسنا 100 دينار درجة أولى
واسمع 430 دينار للمقصورة، تحسهم عندهم يعملوا لهم مساج في المقصورة. بريف الناس هاجوا ماجوا على الغلا والكوام تاع الاسوام، ومن الناس اللي عبرت على الغش نتاعها حبيب قلب المصريين فخر الملايين كوار جي ليفربول محمد صلاح، اللي كتب ستاتيو قال فيه بالاسوام هذوما نتاع تساكر الجمهور مش باش يدعي لنا نربحوا، باش يدعيوا علينا يذوما. اسمعي انا حسيت بشوي اللي فيها بشوي اللي كوميديا ممثل. اي نجم نجم هو ديجا ولد خالته ممثل معروف هكا يعمل في مسرح مصر. اه شبالو برشا ولد خالته. نتشرفوا نتشرفوا تنبربش عليه ما حقه فيه تشتغل هنا. اخر خبر على فنان مصري مشهور عنده كاريير دهور نعرفوه من اللي احنا صغار عمري ما حكيت عليه في نشرة الخنار، شكون ما يعرفش سامحني خلاص والا سحرني ليل ونهار، اما انا علاش علاش ما حكيتش على إيهاب توفيق قبل في نشرة الخنار؟ نقول لكم علاش. ما عندوش خنار. على خاطره ياسر ياسر ناس ملاح. كي هبطت له فيديو على ريزو سوسيو العنوان نتاعها إيهاب توفيق يهاجم الممثل محمد رمضان، انا فرحت قلت اونفان اونفان اونفان. إيهاب توفيق انطق يا اخي كي دخلت سمعت اش قال في ما لقيتوش جبد لا محمد رمضان لا حتى حد، ومش هكاك باركه يا فاطمه. هبط فيديو يعتذر فيها من محمد رمضان ويفسر له انه ما حكاش عليه وما جبدوش. يا ولدي تعتذر على كلام ما قلتوش سي ترو. اش مش نقول لك اش نقول لك ربي كثر منك العباد ما يسالش بما انه نشط خنار وفات اون فوا بوغ توت باي باي. ميرسي بوكو دره. دونك احنا توك نحب نذكركم باللي فورفي موجودين عند ليبرتا فواياج. بالنسبه للناس اللي تحب تمشي لاسبانيا تحب تمشي لبرشلونه بالضبط يمشيو فما رحله من نهار 11 نهار 15 جويليا. كيفاش تمشيو للرحله هذه؟ بتدفعوا دينار بركه من بعد 199 دينار على 12 شهر. شنو فيها؟ فيها الفول فيها ترانسفير فيها اوتيل 3 ايطوال مع فطور الصباح مع دوره في برشلونه. بالنسبه للناس اللي تحب تمشي للعمره في شهر رمضان المبارك ان شاء الله فما رحلة في النص الثاني متاع شهر رمضان هي مازالت رحلة نهار 26 بلوتو لا نهار 12 ماي رحلة نهار 2 راهو سايي معناها تعداد في النص الأول متاع رمضان فما رحلة نهار 12 ماي النص الثاني فما رحلة نهار 26 ماي معناتها يلزمكم بالحق بالحق تزربوا وتقيدوا باش تمشيوا إن شاء الله يا ربي عمرة في رمضان. دونك ما عليهم كان يطلبوا؟ ما عليهم كان يكلموا ال 71 90 56 56 ولا ال 20 782 782 ولا يدخلوا على السيت www.libertavoyage.com ولا لاباج فيسبوك هي باج تري اكتيف اللي هي كيف كيف ليبرتا فواياج. الأجندة حبوا؟ وي صباح الفل والياسمين الناس الكل مرحبا بكم في اجندا الويكاند اللي هي بدها سي باش توفى الاجندا باش تولي اسمها سهرية رمضان باش نجموا تعديو رمضان ان شاء الله نهار الاثنين. دونك اليوم نبداو كالعاده والعوايد بنهار الجمعه وين نلقاو الانفو سيشن نتاع ميديا لوف ستيك. ميديا لوف ستيك نرجعوا ونذكركم اللي هو حكينا عليه هوني في الماتينال اول السيزون تاعنا وقت اللي حكينا على المشاريع اللي تنجم تنهض بالاعلام التونسي في سواء كان في سبونسورينغ والا في افكار كلها تخدم الميديا سواء كانت المكتوبه او المسموعه او المرئيه. دونك اليوم فما انفو سيشن للصحفيين ولا الناس اللي مغرومه بالميديا وتخدم في الميديا وتحب تشارك في التظاهره هذه ميديا لوف ستيك تلقاو الانفو سيشن موجود في الانكلوزيف سبيس اليوم. وين يجي الانكلوزيف سبيس؟ تلقاوه في 18 بيس نهج دكتور الفونس ليفاران في تونس والليفينمون يبدا مع 3 ويتواصل حتى كشير 5 نتاع العشيه. نتعداو للايفينمون الثاني اللي هو بور ان افتر ورك ياسر نحكيو على لو ستوري تيلينغ توا في تونس وفي العالم الكل. شنو هو ستوري تيلينغ؟ هو كيفاش تحكيو حكايات فو فات ان كونتوني في الانستغرام تاعكم في فيسبوك في التلفز في الراديوات في البرامج. دونك اليوم فما افتر ورك ستوري تيلينغ باش يجيكم من ديل كارناج تونس تلقاوها في تونس. دونك باش تلقاو لادريس كومبليت تدخلوا على افتر ورك ستوري تيلينغ. ما يبدا ليفينمون الستة ويتواصل الثمانية نتاع الليل. نتعداو لليفينمون الثالث اللي هو غدوة نهار السبت في اطار فعاليات دوكا تونس الفيستيفال اللي موجود كل عام تلقاو في لانستيتيو فرونسي دو تونس اليوم ان ماستر كلاس بعنوان لو دوكيومونتير فاس او بوفوار الوثائقي مقابل السلطة.
تلقاوه اليوم 6 متاع العشية ويتواصل 8 متاع الليل. ماستر كلاس ياسر مهم. نختموا مع برنامج كيف كيف ياسر مهم ولا تظاهرة اللي هي من تنظيم جمعية صوت وكلمات جينا من المستير، سهرية فنية خيرية يحييها الفنان التونسي لطفي بوشناق نهار 4 ماي غدوة نهار السبت في قصر العلوم المستير. والعائدات متاع الحفل هذي الكل باش تمشي لفائدي فاقدي السمع، دونك تنجموا تدخلوا على لاباج فيسبوك تلقاو سهرة فنية خيرية يحييها لطفي بوشناق فنان كبير التونسي باش تكون في المستير. دونك الناس يتفرجوا فينا الكل الكل من المستير، ندعوكم تمشيوا الحفل هذي على خاطر كيف ما قال فاطمة البارح نعملوا الخير في كل وقت، ولكن زاد رمضان جاي دونك باهي العائدات حق تذكرة باش تمشي لجمعية فاقدي السمع، دونك باهي برشا إذا نشاركوا في ونحضروا على أن كونسير مزيان بإحياء لطفي بوشناق. دونك اليوم كانت هذايا أجندة الويكاند اللي باش تولي سهرة رمضان أبغتيغ من نهار الاثنين إن شاء الله. ويزيكا بون ويكاند. ميرسي بوكو حبيبة. ألوغ نمشيو نخدموا مع شيفة حياة. مرحبا انا فاطمه، في ختام هذايا اخر نهار في الفطار حبيت نوريكم حاجات سهله تنجموا تعملوهم للقرش وحاجات هكايا. عملت اليوم مقرونه قرابه البابيون الكبيره، حطيت فيها سكالوب بولي مليحه، حطيت فيها شويه خضره اللي هي سفناريه وقرع بصل فرناتو شويه زيت زيان، حطيت فيها هروس وطماطم عبيده خلطتها معناها في ساعة حطيت فوحتها بالفاح الخابيه، حطيت لها شويه فلفل كل مهروش يغلب ان بو لو جو يعطي تحرحيره بنينه، حطيت فيها فاح نتاع خضره في فما فاحات مخلطه عندهم ميلونج نتاع الخابيه هذه فيها ميلونج نتاع فاحات فريمون فيهم سر كبير اللي تلقى دي ميلونج كل حاجه لحاجتها معناها الكرياد وحدها الخضره وحدها لي سوب لي بويون وحدهم كل حاجه مقسمه معناها تحط منه هو بركه ما تستحقش تزيد حاجه اخرى في الطنجره غير طرف الملح. حطيت شويه كركم زاده من عند الخابيه هي غليت، انا صمت المقرونه نتاعي خلطتها قصيت لها شويه جبن سيسيليان مرياح، الفرماج سيسيليان حاجه بنينه ياسر راهو الي تري فوندون خاطر الباز نتاعو حليب والجبن الباز نتاعو حليب راهو لابد يذوب حتى بالدفا بركه يذوبوا. الوغ هنايا هذيك المقرونه ديجا حضرت في ساعة ما خذتش برشا وقت في الترتيب. عملت سلطة غابي وسلطة الغابي فيها سفنارية فيها بسباس فيها قرع أخضر وفيها البيتغاف، برشا عباد تبعت تدخلك تنصل على بعضها كي وقت تحطوها بالأسلوب هذايا كل واحد النوع اللي يحبوا يجبدوا في صحنه. عملتها هكايا بالذمة باش نوري راهو اللي كل حاجة تحبها تاخذ منها، اللي ما تحبوش خليه فما عباد اخرين على طاوله يحبوا الحاجات اللي انت ما تحبهمش. الوغ تنجموا تخلطوها بالصوص هذوما لبنان الصوص بونا فما صوص الاي مايونيز صوص الجيريان صوص شيلي فيهم صوص كاتشاب فيهم صوص مايونيز فريمون حاجه اون غراند فاريتي وبنينه برشا. انا ذقتها فريمون ما عادش باش نعمل لي صوص وحدي بيسكو حاضرين باش فريمون سي حاجه ان ريغال. قصيت صحن مع السلطه نتاعي صحن بالسيسيليان، وقت اللي تحطوا السلطه نتاعكم اما تاخذوا لي باتون هذوما الكودا والا تنجموا تقصوا لي دام والا معناها اي نوع جبن فما الفيمي زاد بنين برشا يمشي مع السلطه هذه. وقصيت دي بتي كوب ومن بعد ترشوها فوق سلطتكم تعطي نكهه بنينه ياسر مع الخليط هذايا. وعملت اليوم لي بيسكوي هذوما دي بول بالجلجلان، جلجلان مرحي عادي مش بات، معاه فارينه ورده سبيسيال جاتو، معاه فاني سمارت شيف، زبده، سكر فارينه، عجنته بالماكينه دايوغ ما استحقش برشا عجنان، ما عملت حتى افوغ الا خلطته بركه. وحطيت برمته رميته في جلجلان حطيته يطيب في 180 قعد تقريب درجين ربع ساعه ماكسيموم وتخرجوه يبرد ومن بعد تاكلوه يقعد من برا بيان كروكون ومن الداخل مويلو حاجه بنينه وفي ساعه وماهيش متكلفه ياسر. ان شاء الله تكون عجبتكم دبرت اليوم، نقول لكم ان شاء الله رمضانكم مبروك وعندكم برشا حاجات باهيه في رمضان. حضروا ورقاتكم بستيلوات واحنا ولا احنا نعطيو لي زاستوس اي لي روسيت والدبره كل يوم.
ميرسي بوكو شيف فتحية. من الحاجات مثلا في الكوجينة انه شيف فتحية باش تولي تعطيكم ديزاستوس يعاونوكم في الكوجينة، مثلا اذا كان ماكلتك مالحة كيفاش تذوق برشا حكايات. دونك خليكم معنا، هذا افون غورا وقبل رمضان. وتوا نمشيو للغوميرسيمون. نحب نشكر لاباليت، سي ان ديبوفون تلقاو فيه لي غراند لي بيتيت مارك، موجود في المنزه الثامن. تنجمو تلقاو لاباج فيسبوك لاباليت لاباج انستغرام لاباليت. ميرسي بوكو مدام نرجس حسومي. انتم نقول لكم شهية طيبة وبون ويكاند، ونتقابلوا ان شاء الله في اول نهار في رمضان نهار الاثنين، وان شاء الله ربي يوصلنا رمضان بخير. وانا كالعاده وكالعواد نحب نقول ميرسي للويتا. الويتا قاعدة حوايج الكبار والصغار، زيد قلت لكم المره الاخرى اللي يحب يعمل ديكور جديد رمضان عندنا، فما عندنا سي عندنا ديناب اولتي تاش برا للويت في النصر اثنين، ولا ادخلوا للباج فيسبوك الويت تلقاو غادي كالادريس وتلقاو نمره تليفون تنجموا تكلموه. ميرسي الويت ورمضانكم مبروك انتم اللي تفرجوا علينا. ميرسي بوكو البنات. نحب نشكر سونتر ديستيتيك باك ستيج في العوينه، نمشيو نشوفوا لي فورفي اللي عندهم كيف كيف. ادخلوا الباج فيسبوك الخاصه بهم باك ستيج. كيف كيف نحب نشكر البوتيك تلبس فيه اللي هي سي ان دام، تلقاوها في طريق سكرة. ادخلوا كيف كيف الباج الفيسبوك الخاصه بهم، تلقاو حوايج نساء ورجال والنوبل كوليكسيون اللي عندهم. نحب نشكر ليكيب تكنيك ايكيب الاعداد زميلتنا سناء المجري، انتم البنات لي شيف. ميرسي بوكو جمهورنا الناس الكل. نحب نقول لكم ان شاء الله رمضانكم مبروك، ونعاد عليكم ان شاء الله بالخير والبركه. نحب نقول رمضانكم مبروك مش للتوانسه برك، حتى للعرب الكل والمسلمين عموما. دونك ميرسي بوكو، ملتقانا ان شاء الله نهار اثنين في اول ايام شهر رمضان المبارك. بسلامه.